بس أنا حياتي صعبة، كلش صعبة والله. أنا وياك نخليها تكون سعيدة والله يسهلها. بس أنا حياتي ما مستقرة رشا، ما أعرف شو راح نتزوج يعني. يعني أنا وياك نخليها تستقر؟ أكيد أكيد. أصلاً أنا ما أعرف شلون كنت عايش حياتي بدونك. سموه شلون كنت عايشة بدوني، المهم شلون تعيشين وياي على حالتي الصعبة. بس أنا رغم كل هذا ما نسيت إنه اليوم عيد ميلادك. ما نسيت عيد ميلادي؟ أبداً. متشوقة أشوف الهدية؟ هدية جنو؟ هدايا جبت. إيه مو قلت حياتي صعبة؟ لا أسهلها لخاطرك. كل شوية أشوف شغلة تجي أشتريها، كل شوية أشوف شغلة تجي يلا ما يغلى علي شيء. شنو هاي؟ العطر اللي تحبينه. كل عام وأنت بخير. شيل العطر أحمد. شبيه؟ شيل العطر أحمد. شبيه؟ العطر فراق. فراق شنو؟ شو جابها العطر؟ العطر فراق شيله أحمد. إيش جابه على الفراق؟ فراق. أكيد؟ أكيد. أول مرة أسمع بيها. عطر فراق؟ أي عطر فراق. تحبين هذا؟ يلا آسف، آسف جدا، آسف. أنا ما أدري بعد تسوالفكم بنات. شنطيك؟ هاي آسف سوري. عادي. شنو هاي؟ ساعة. بس لو تشوفين الموديل مالتها يخبل. كل عام. الساعة فراق. ها؟ شيلها من قدامي. رجعها، ضمها بسرعة. ساعة ساعة ساعة. فراق شنو فراق؟ كل شوية فراق 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 فراق. يعني أنا حب حياتي أنت موجود بيها، جيب لي هدايا تفرق. بس أخوي قرايبنا كلهم جابوا ساعات وتراكم موقفين على قلبنا، ما حد فارقنا. ساعة صارت فراق. يلا أوكي. شيله من قدامي بسرعة. شوفي اللي بداخلها. ما أريد أعرف شنو بداخلها. ليش بيها؟ مغلفها بلون أخضر. إيش بيها؟ يعني حديقة، يعني نتفارق بسرعة. طول عمري أعرف اللون الأخضر لون خير ولون محبة ولا. بسرعة 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 أضمها. لا أكيد والله. ما أريد أشوفها، ما أريد أباوع. يلا بسرعة. شاقة. ما أريد أشوفها قدامي. أوكي ياسر. والله هدية تخبل كانت. إيه لا تعصب حبيبي، مو اليوم عيد ميلادي. ما في يعني هدايا جبت لك إياك شيء فقر فقر وفراق فراق فراق فراق. شو بس تدين تفارقين عني شنو؟ بالعكس يعني غير أحبك ما أريد أخذ هالهدايا. يلا هاي بسيطة شوية بس يعني. شنو هاي؟ هاي صغت لك إياها يعني هيك شيء بسيط. ميدالية حرف الآر تخليها بالسيارة. يعني مصر نتفارق. ميدالية شلون نتفارق؟ ميدالية ميدالية. إي اسمع مني. شلون شلون يعني شلون؟ الميدالية. إيه. تروح. إيه. وتجي. زين. تروح وتجي. تروح وتجي. وإذا راحت وإجت شنو معناها؟ يعني حياتنا ما مستقرة. وقبل شوي قلت لك حياتنا ما مستقرة وأنت إحنا نخليها تستقر. هل صارت متوقفة على ميدالية؟ شوف شلون ظليت تصيح علي من وراء الهدايا. آسف آسف عمي، بعد ما لا هدايا ولا شيء ولا شيء تلبسينه ولا كذا. هاي شيء بسيط بس مرتب. شنو هذا؟ القهوة اللي تشربيها كل يوم الصبح. عيني بس وين أقول؟ أموت منها إذا صارت هدية. قهوة قهوة قهوة. هاي هدايا عنصر النار، يعني تحتاج نار حتى نستخدمها. شنو تحتاج نار؟ ما يصير ها يا بعد من أوراح ما يصير واحد يهدي الواحد لا قهوة ولا بوتيتة. ليش أكو واحد يهدي بوتيتة؟ لا ما يصير لأن فراق. حتى القهوة ما يصير عنصر النار. منين جبتوها بعد عنصر النار؟ بعد ما عندي غير هاي آخر وحدة. لا تعصب حبيبي. شنو هاي؟ بس اذا جبت لك 10 هدايا مش قد بقت بس واحده. اي انت هديتي. شنو هاي؟ هي مو ذهب. اوكي قلاده هيجي. عجبتك شفناها بالمول. بيها 3 كريستالات. 3 كريستالات؟ ايش بيهن؟ 3 عدد فردي. يعني نتفارق. يعني شيلها من قدامي بسرعه. لا انت مخبله. لا والله انت مخبله. شيلها من قدامي. لا 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 انا راح اشيل روحي من قدامك. انا انت مخبله والله والله. ليش ما استقبلت هدايا؟ بس على مود لا تقولي ما انطاني شيء بعيد ميلادي. هات هاي رجعنا على اللون الاخضر. خضراء هاي باعينا وفي باع الهواء ياخذها ويجيبها. وهي وبيها ريحه بيها عطر بيها كل شيء. هات يلا. ما اريد الهدايا. مع السلامه. هات شري. يلا شناي مخبله طلعت. اي بس انا ما استقبلت الهدايا. ليش تركني؟